السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. راهو وقت اللي يبدا خبير باهي، راني ما نصبرش عليه وديريكتومون نخرج جمهور النادي الافريقي اول واحد، بما اني المعامله مباشره انا وجماهير النادي الافريقي بدون بروتوكولير بدون التوفيق بدون حتى شيء. نحكيو في الصحيح، ماناش نحكيو عن النادي الافريقي باش تكون عندنا لي زابوني بالالاف الملايين، نحكيو عن النادي الافريقي على خاطر نحبوا النادي الافريقي ونجيب لكم خبير باهي عن النادي الافريقي. والحمد لله معتز الزمزمي يتلقى الدعوه من فوز البنزرتي للمقابله القادمه للمنتخب التونسي، يعني معتز الزمزمي باش يكون متواجد مع المنتخب التونسي في المقابلتين ضد مدغشقر وضد فريق غامبيا. شو محلاه الدنيا، شو فوز البنزرتي بالرسمي راجل صحيح. خرج من النادي الافريقي على خاطر عندنا مشروع اكبر من التوجهات اللي هو معناه يحبها، ولكن بصراحة فرحة كبيرة لجمهور النادي الافريقي. وانا اكثر واحد فرحت المعتز الزمزمي. علاش فرحت المعتز الزمزمي؟ على خاطر الحاجة اللي نحكي عليها بإذن الله تمشي صحيحة. مش نقول لكم راه كل حاجة صحيحة لأن نظهر أكثر من لازم، معناها غروري يولي. أما شنية؟ ما با الفيديو بتاع البارح هو البارح وقت اللي ما عيطش المعتز الزمزمي، قلت راهو معتز الزمزمي تري كرون بوتونسيال ربي يحفظه. تفرج فيه معتز الزمزمي خذا خبره يا رسول الله، خذا خبره من الاوروب، مش كيما بسام صرافي. عكس بسام صرافي، راه مش نقول كلمه الحق، بسام صرافي في تاخر ملحوظ. الملاعبي ماهوش قاعد يقدم في روندمون، ماهوش قاعد يلعب بقلب، ماهوش قاعد تحس بيه تيميد تعرف شو معناها تيميد، مخبي في قلبه حاجات، ماهوش منطلق. معتز الزمزمي ما على بالوش، هاك شفتوا معتز الزمزمي سفاح، عبارة سفاح، هذوكم من وجهه، شو كرة القدم من وجهك تظهر، من وجهك ونظراتك في عينيك وبدنك وكيفاش تتأقلم راك تظهر. أخي فينيسيوس جونيور يلعب بوجهه ولا فلان ولا فلان، تيمو يلعب بالقوة بتاع الإرادة نتاعهم، بقوة ساقيهم، بقوة مخهم، بقوة تكتيكهم. الجوير راهو كيكا، راهو الجوير مش تفزعيك، اعمل لي شعرة منه ولا احصر لي لحيتك ولا اعمل لي ديفريزاج، يا ودي جوير راهو. شفتوا كما تنزل الزمزمي شعره مشبشب ويكور معنا بلوش. اسمع، والكورة أنا قلت لكم ظهر لي بعد مقابلة اتحاد بقردين، حكيت لكم قلت لكم راه هو أحسن لاعب وبدون نقاش تحب تبني عليه كرة القدم في تونس في النادي الإفريقي. أنا حكيت قلت تحب تبني به هو معتز الزمزمي، واضح لاعب يجي صانع لعب ويجي روليور. أنا نحكي كيكا وجبت على الخضراوي، قلت راه الخضراوي لازم يكون في المنتخب التونسي، ربك سبحانه باش تفهموا. فوز بنزرتي مهف راجل كبير راه يسمع في نبيل ريغن سبورت. الاخر ثم واحد قال لي ما عادش معايا هو ديجا، خاطر ما حكايه فارغه، انسان يعاندني انا حكايه فارغه باش نبقى نتناقش انا وياه. قال لي شكونك انت وباش يسمع كلامك فوزي بنزرتي؟ كيف علاش شكوني انا؟ انا يسمع في كلامي، صوتي ما في بالكش يوصل له خاطر نحكي كوره. يعرفوا راهو، يعرفوا في بالك فوزي بنزرتي وبيتوني واللي تتصور في بالك، يعرفوا راهو الناس اللي تفهم كوره بالرسمي راهو، يعرف راهو ماكش جيكلاج اللي نعمل فيها في الشورت، يعرف اللي كيفاش انسان يعرف الكوره. وقت اللي ننزل في الصحيح ونكسيلاري راه ما تنجمنيش، نحكي في الصحيح معناها نحكي كوره. تحب يا خويا ما عادش انسان ما تتحدانيش، اللي يتحداني راه نتعدى للمرحله اللي بعدها، سيزيام ستيام كان لازم ناخذوا طياره ونقلعوا صاروخ ونطلعوا الفوق. يعني حكيت انا على معتز الزمزمي، قلت راهو معتز بصراحة يستاهل باش يكون في المنتخب التونسي، والحمد لله الناخب الوطني فوز بنزرتي يعيط المعتز الزمزمي. ما كان وذاك ما كان، واخي انا باش نبقى نحكي فلان يلعب في الفريق الاوروبي احتياطي، فلان يلعب في الفريق الاوروبي ديفيزيون دو راه ما ذم راهو، والا في بطولة اعظم من بطولة تونس، محترفين بالخارج عيط لهم. خلي انا ملاعبي طيارة كيما معتز الزمزمي ونعيط لملاعبي انا معناها يلعب احتياطي في فريق ما عندوش حتى إمكانية. على كل حال كلهم ولاد تونس ونفرحوا بها معنا حتى مش، ومش نحكي على المنتخب التونسي مستقبلا، ولكن فرحتي الفرحة هذه كبيرة ياسر، الفرحة بالموضوع هذايا بصراحة انا شيخ عليه. معتز الزمزمي مع الخضراوي، الجمهور النادي الافريقي اللي سألتوني قلتوا لي انا بلا علاش ما يعيطش للاعبيتنا المنتخب، ايبا هاكا عيط للاعبيه تاعنا المنتخب، نحمد ربي وذاك حقنا وتروا بوان حقنا، والملاعبين قاعدين يتدبوا فيهم كورجيه. ومانيش نقول لكم هذا عام النادي الافريقي، النادي الافريقي على الدوام باش تكون اعوامنا، مش عام ولا اثنين. منظومه التحكيم ولغه التحكيم ومش عارف شكون، والمنظومه الفاسده ربي معاهم، الفاسد فاسد راهو ما عمره ما يفلح. و
ولا يفلح الفاسد. هو يقول الساحر حتى الفاسد كي خلى مفسدون في الارض، المفسدون هما اللي يرشيو، هما اللي يهردو، هما اللي يحاولوا يضروا الفرق الاخرى ويحاولوا يضروا العباد وما يقدروش، ويحاولوا هذاكم كلهم يسموا مفسدين. ربي يهدي الجميع، انا ما عندي ما نقول. حتى اللي يحاول يقول لي ليه راك انت شكونك انت، ليه هاني قلت لك راني انا عادي ما نقول في روح، يعني قلت لك راني انا ان جرون بوتونسييل في التحليل في كره القدم في الكوره في اللي تعبت، مانيش نفخر في روحي، نحكي بالصحيح اخي. الحاجه اللي نحكيها بعد تطلع صحيحه، اش تسمى اش سماه ندقز انا كيما نحكي انا اللي في مخي واللي احفظته واللي عشته في حياتي نعرفه اللي هو صحيح، واثق من الامر هذاك والحمد لله. لوكليب افريكان تمشي وتطير، انا مقلعين طايرين. ساعات نستغرب انا بعض الجماهير معناتها ما يركزوش جيست يقرا العنوان ويمشي. ليه راك نبيل سبوريز تتفرج فيه باش تفهمني، مش تفهمني انا، باش تفهم شنو هي الموضوع اللي نحكي فيه، مش موضوع ولا اثنين. اول حاجه مبروك المعتز الزمزمي ملاعب كبير ياسر، مبروك للخضراوي. وباش نزيدكم تروازونا الملاعب نتاعنا عبد الملك صحح اليوم العقد نتاعو لفريق النادي الافريقي حتىش 2025، يعني الموسم العام هذا باش يكون مع النادي الافريقي. ملاعب كبير ياسر، ملاعب جزائري قاعد حاليا متواجد مع المنتخب الاولمبي الجزائري، عنده مقابله وديه ضد منتخب تونس على ما يبدو. الملاعب كبير، طفل صغير تفرج فيه كوارجي صحح اليوم مع احقيه الشراء. ثم بند ان شاء الله يقولوا لنا عليه هيك التدخيل ولا اداره النادي الافريقي يقولوا لنا البند هذايا قداش يلزم معناها فلوس نعطيهم في صوره ما نحبوا نشريوه نهائيا، خاطر حطوا لنا احقيه الشراء. الملاعب هو مش يعبر، اذا كان عبر عام سنين ومش يقدم مستويات كبيره راهو نجموا العام الجاي نشريوه. لذلك العقد نتاعو والسوم نتاعو يلزم نبداو متفاهمين فيه. الامور الاداريه النادي الافريقي ننصحكم اداره النادي الافريقي ديما حطوا ايديكم وركزوا على الديتاي باش ما تصيركمش ديفوات، كيف ما احنا مش ناخذوا الاحتراز نتاعنا ومش نحاولوا ناخذوا، نكونوا منظمين امور اداريه رانا باش نفوزوا بكل شيء. راهو النادي الافريقي مش نقول لك باش نفكوا البطولات ولا حاجه، عندنا منافس اسمه ترجي معناها من عمناول هو يفوز بالبطولات عنده سنوات، معناها مانيش باش نقول لك باش نخرجوه توتاكو ولا حاجه، لا كيف يولي غرور بالحق. اما باش نقول لكم المنافس الواضح اللي هو فريق الترجي، نحاولوا نردوا بالنا نركزوا على الفريق هذايا، السلبيات نتاعو الايجابيات نتاعو، الامور الاداريه والامور اللوجستيه، ونمشيو كره قدم خاطر عندنا فريق ممتاز. ناقصنا حارس مرمى، انا نتمنى. ثم شكون قال لي حارس الاولمبي الباجي حارس باهي جارديان باهي، ما نعرفش انا بالنسبه لي انا ان شاء الله اداره النادي الافريقي يجيبوا لنا حارس في بلاصه باش تجيب صانع العاب هذايا بونا عمار اللي بطال اللي حباله طويله، جيبونا حارس مرمى ان شاء الله يتاقلم مع النادي الافريقي في اقرب وقت، خلي النادي الافريقي تنطلق. والسلام عليكم، وحل ديك راك كلوبيستي، ما تنساش كلابوني والجيم، النادي الافريقي كلنا مع بعضنا ننجحوا باذن الله. فيما فرزه الصيام.